الأول طبعا قائمة منتخب مصر يا كابتن محمد، رأيك فيها إيه؟ أنا رأيي يعني 70-80% كويسة، بس فيه ملاحظات صغيرة يعني جميلة، يعني إن مع الاحترام باهر محمدي بقول له ازاي يا حسن، انا برضو حسن قال لي كلمة، مفيش مساكين في مصر كتير يعني. الميزه اللي شفتها ان رجوع محمود علاء ممكن تتكلم فيها ده يا حسن، شايف محمود علاء لا هو وحالتين تانيين احنا قلناهم بالظبط، فكرني بيه عرفوني انا بقى عشان كنت قاعد على لا ده اتكلم في نقطه انا شفتها لقيتها اتحققت في المنتخبات على طول. اتفضل يا كابتن حسن. هي النقطه، اول نقطه، انت دلوقتي محمد صبح لما رجع نادي الزمالك فقد عاد احتياط طبعا بالظبط، لما ما لعبش كان في فاركو، الراجل كان متالق وعامل موسم كويس جدا وكان من نجوم فريق فاركو، وهو يعني من اسباب اللي مثلا ب 50% من النقط اللي نادي فاركو خدها كان هو محمد صبحي اللي صحيح. يعني لان حارس المرمى بيبقى 50% من يعني من اللعيبه، فانت لما رحت نادي الزمالك فقد مكانته في المنتخب مصر. نقول الفيرويد مروان، عندك كمان محمد ابو جبل فقد مكانه رغم ان هو رجع يلعب مع البنك الاهلي، بس لعب، لا هو بيأدي كويس وكويس جدا دي، بس هو كان الراجل بعيد، بس كان بعيد بس هيخش، هو كابتن بيتكلم على السن، هو الراجل قال لك انا عايز 2 خبره وواحد سنه صغير فكان السن صغير هو اي محمد صبحي وجاد بالظبط كده، واحد منهم كان دايما صبحي يتفوق وهو اللي يخش وجاد اللي يخرج بالظبط كده يا كابتن. بالظبط الحاله الثانيه مروان حمدي، مروان قبل بس خلينا في حراسه المرمى، محمد عواد موجود في القائمه ديت عشان احمد الشناوي مش موجود، عشان احمد الشناوي بيراميدز وفيوتشر، لعيبه بيراميدز وفيوتشر مش موجودين عشان المشاركه الافريقيه بالظبط كده. هو برضه احمد، لا برضه احمد كان بعيد ورجع، احمد الشناوي برضه هيخش من الناس اللي هتخش منتخب قوي طبعا، متاكد. وابو جبل هيرجع، بص انا هنزل رهان معاك اللي هو بس خلي بالك وبدا ايه اللي هو مين ومين، احمد الشناوي هيخش المنتخب تاني بيراميدز، هو عشان بيتكلم في نقطه تانية، اصل كريم ده لعيب جامد، لعيب بيجي من بعيد قوي، جاي من الفيوم الصبح ما ترقصنيش، لا جاي اصحاله انت، ايوه بيلعب من بعيد عشان المشكله رقم واحد والمشكله الاولانيه ده لعيب كبير، خلي بالك انت راجعني من سنتين يا كريم، لا ده لسه من شهر الماتش اللي فات القصه بتاعت التيشيرت مين يلبس واحد انت و 16، خلي بالك عشان ده لعيب كبير فلازم تبقى معايا. طب كويس انا مش واخد بالي. بص هو احمد شناوي رسميا مش موجود في القائمه عشان بيلعب مع بيراميدز، بيراميدز وفيوتشر مش موجودين لعبتهم ماشي، بس انا بقول لك ان احمد الشناوي هيبقى عنده صعوبه الفتره اللي جايه يخش المنتخب مع فيتوريا. لا بص عدل ربنا الشناوي احمد الشناوي محمد واحمد وعواد وجاد وبعد كده هيجي في الطريق ابو جبل داخل معاهم جنش هتلاقيه ليه دور، هتبقى مشكله عندك الحمد لله في حراسه المرمى الفتره الجايه في المنتخب، هتحتار تاخد مين بالظبط. حلو مش مشكله حلوه دي بالنسبه للحراس طبعا، مشكله حلوه دي حراس المرمى. ايه تاني؟ قلنا على مروان، على مروان حمدي برضو سيبك منها، مش انا بكلمك على النقطه اللي اتكلم فيها حسن، احنا بنتكلم على لعيبه ما رضيتش ترجع نادي، يعني في واحد رجع نادي الزمالك وفي واحد ما رضاش يرجع، يعني مروان ما رضاش يرجع يعني محمد صبحي بره المنتخب رجع الزمالك قعد على الدكه، مروان حمدي ما رضيش يرجع الزمالك يقعد على الدكه، فبقى دلوقتي هو موجود بالظبط زي برضه محمود علاء برضه نفس القصه، قال لك اطلع اعاره، اللاعب هو لعيب كويس جدا كان فقد الثقه الفتره اللي فاتت دي، محمود علاء كان فقد الثقه في نادي وجمهور نادي الزمالك فقد الثقه فيه، ما بيلعبش حسن، لا هو كابتن برضو قبليها قبل ما بيلعبش ماتش الاهلي والزمالك كابتن، ماتش افريقيا عمر ما جمهور نادي الزمالك او جمهور النادي الاهلي بينسى لاي لعيب بيتسبب في خساره النادي في بطوله او في ماتش بالظبط، الطفشه اللي طفشها بالشمال. طيب انا عايز